استمعوا إلى شبابكم، شاركوهم أفكارهم وأحلامهم، أعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، حلقوا في سمائهم عاليا، اجعلوهم سباقين لا تابعين، سلحوهم بخبرتكم وبإيمانكم بهم، لا تتركوهم فريسة لمن يقتاد بطموحهم ويستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية. املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له، افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم. إبداعات شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. محمود صبري. فاز البطل المصري محمود صبري بفضية رفع الأثقال في وزن 72 كيلوغرام في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. كيف بدأ محمود صبري رياضة رفع الأثقال؟ يقول محمود: أنا بدأت رياضة أولاً في نادي اتحاد الشرطة، كان كام ده في 2003-2004، وبعدين دخلت المنتخب في 2007، كنت من دون الناس اللي مترشحة للاشتراك في دورة بكين 2008، وبعدين ظروف الإصابة جت بعدت عن ما كملتش في المعسكر وبعد، وبعدين بفضل الله رجعت في 2017 الحمد لله رب العالمين، شاركت في أول بطولة دولية كانت في فزاع 2017، عملت ميدالية برونزية، ودي إن شاء الله كانت بداية الدولي، وبعد كده دخلت لعبت أفريقيا 2018 بميدالية برونزية، وبعدين الحمد لله شاركت في بطولة العالم 2017 في المكسيك مركز سادس، وبعدين شاركت في بعدها في كأس العالم في دبي تاني فزاع، عملت فضة، وآخرها كانت أبوجا 2020، واخر تاهيل اللي هي كان في 2021 كانت في شهر 6 اللي فات، الحمد لله بفضل الله ربنا وفقني وتاهلت لطوكيو، وحطمت رقم بتاعي شخصي بزياده كيلو، كان من 193 وعملت 194 بفضل الله. تعب 5 سنين بيتحدد عشان في الاثقال 3 محاولات بيتحدد بالظبط، لو قلنا كل محاوله 5 ثواني من اول ما برفع البار وبنزل والحكم بيقول لي ستارت وبنزل وبطلع بالظبط 5 ثواني في 3 محاولات 15 ثانيه، وفي اول دوره اولمبيه ليا في حياتي، وان شاء الله باذن الله اتمنى من الله هي ما تكونش الاولى ما تكونش الاخيره وتكون البدايه. ولا ينكر محمود صبري ما قدم له من دعم كمحمود صبري اللي وقف جنبه ناس كتير جدا جدا طبعا، بتبتدي من الاهل والاحباب ودول مدلهم دعم طبعا معنوي كبير جدا، ثانيا طبعا اللجنه البرلمبيه لما تديك فرصه ان انت تشارك مثلا في بطوله دوليه وتبقى لاعب، بعد ما تبقى لاعب مثلا درجه اولى او لاعب محلي تبقى لاعب دولي وبعدين ربنا يكرمك وتبقى لاعب اولمبي، فده تطور كامل جدا. فانا اول ناس بدات معاهم في طبعا الناس المدربين بتوعي في اتحاد الشرطه الرياضي كابتن سيد عبد الحافظ وكابتن مصطفى فضلون هاني محمود وطبعا كابتن الله يرحمه فتحي نيازي وكابتن مش عايز انسى حد بس ان شاء الله مش هنسى حد باذن الله، كابتن عماد بهجت ده حاليا دلوقتي كابتني في المنتخب ومدير فني منتخب مصر الشباب، وبدات في 2017 مع كابتن شعبان يحيى الدسوقي كم وكابتن محمد عزت، يعني برده ما اقدرش انسى فضله عليا وهو كان واثق فيا ان انا اقدر اعمل حاجه بغض النظر عن سواء مثلا سن كبير او سن صغير، شايف ان محمود خامه كويسه ويجي منه يا لها بعديها طبعا ان انا كملت مع زمان حضرتك في الاول مع كابتن عماد بهجت دلوقتي كابتن محمود نبيل وكابتن كابتن عبد المنعم، فالحمد لله بفضل الله والجهاز الاداري طبعا كابتن محمد عوض، ففضل الله حضرتك كدوم كلهم دعاء كانوا دعم ليا ان انا اكمل، بفضل الله اللجنه البرلمبيه كنت انا من ضمن الناس المحظوظه اللي دخلت جديد في المنتخب بعد 2017 دخلوا ناس كلها جديده، فبفضل الله ان انا الوحيد اللي كملت معاهم والحمد لله رب العالمين، يعني من اول خالص من اول الجهاز الفني اللي انا اتاسست معاه في 2017 لحد وقتنا هذا، فالحمد لله يعني اللجنه كانت معانا في الدعم سواء دعم نفسي او معنوي او مادي، جيلها بعد كده بقى اللي احنا نتمنى طبعا في طوكيو 2020 الدعم الإعلامي، أي حد أو أي مصري بيدعمنا أو بيدعينا والله العظيم دعاكم بفريق معنا، يعني والله لما جت في ريال هنا في المركز الأولمبي فكنا خارجين كلنا لبس التمرين قلنا نروح نسلم عليها ونقول لها ألف مبروك، والله واحد طبعا ما احترمنا الكامل لكل الناس العاملين في مصر
الايد الكادحه زي ما بيقولوا او الايد الشقيانه اخي من اخواننا الهاوس كيبين موجودين هنا، قابلني بيقول لي عقبالك يا كابتن، والله العظيم حسيتها والله طالعه من قلبه، بيقول لي عقبالك لما تفرحونا وتيجي المدينه، فبجد كانت حلوه. وعن العقبات التي واجهت محمود صبري يقول: انا اصبت بكورونا بعد بود الجمهوريه، كنت حطمت رقم الشخصي كان 193 عملت 195، ده باسبوع بالظبط كورونا جات لي كورونا، طبعا قعدت حوالي 20 يوم في البيت وبعدين رجعت وبدات من صفر تاني. اكتر حاجه انا حسيت بيها اساسا فتره الكورونا، لانها كانت مريض انا بعد اعراض مثلا كانت خفيفه وبعد كده كانت شديده وبعد كده كانت متوسطه، فكان كل في ذهني بقى ايه، ان انا قبلها كنت عامل مستوى كويس جدا، كنت ضربت رقم الشخصي بتاعي بحوالي 4 او 5 كيلو في التمرين مش في الماتش، فطبعا كانت بالنسبه لي حاجه كويسه جدا. فطبعا كان ساعتها بطوله الجمهوريه جت، وبعديها عملت يعني عملت رقم جديد كان 93 عملت 95، وفي التمرين الحمد لله ربنا وفقني وكنت زقيت ال 200، فده كان رقم جديد جدا بالنسبه لي. وكنت ب 200 ديت قبل بطوله فزاه كنت بلعب فيها ايه ما بين الرابع والبرونز، كنت عامل المستوى كويس جدا. وبعدين بقى لما حصل اللي هو موضوع الكورونا، واحد بقى بيبقى كانسان عادي بيجي دور في دماغه يعني ان شاء الله ايه، طب هرجع ليه ارقام امتى، طب الوقت، طب يا ترى هقدر ازقها ولا لا، طب مستواي عامل ايه، طب هخف امتى، كل الحاجات دي انا يعني جت في زين. كانت فتره فعلا كده اعرف الاثقال يعني ممكن كتير جدا الناس ما تعرفش ان هي لعبه تراكميه، انا مثلا مش ممكن ابقى مريح في بيتنا واجي اسخن وانزل الملعب، لا لازم يعني ممكن افضل اتمرن سنه كامله عشان احط يا اما احافظ على المستوى اللي انا عملته او ممكن ازود على الرقم بتاعي ممكن كيلو 2 كيلو 4 كيلو وزن معين بالظبط، فبتبقى لازم ان انا افضل متواصل، لان التواصل هو ده بيجيب الترتيب الارقام الكويسه، او بمعنى صح بيحسن الارقام وبيحسن الترتيب. يعني انا مثلا عمري ما انسى اول بطوله دوليه ليا 2017 كان معايا اتنين من بولندا، واحد ورايا واحد قدامي وانا في النص، الاول 178 الثاني 176 الثالث 175 العبد لله محمود صبري، الرابع 174. فبفضل الله كمان مصر في رفع الأثقال بصفة خاصة من أقوى اللعيبة على مستوى العالم، الحمد لله لنا باع كبير جدا وعندنا من أقوى الدول القوية، مصر من أقوى الدول القوية جدا من أول ما اشتركت في الدورات البارالمبية من الثمانينات لحد وقتنا هذا، أي منتخب قوي بيعمل حساب المنتخب المصري في رفع الأثقال بفضل الله، سواء منتخب الصيني، منتخب الإيراني، منتخب النيجيري، المنتخب المصري، دول حضرتك من اقوى اربع دول على مستوى العالم في الترتيب الدولي سواء عالمي او اولمبي او افريقي. بس واحد بفضل الله يعني زي ما بيقولوا كده ايه، من المحنه بتيجي المنحه، وكانت الحمد لله كانت قلت على الله خير، كانت بدايه خير بفضل الله بعدها، والحمد لله ربنا وفقنا وعملنا يعني رجعنا لمستوانا الحمد لله وماشيين كويس ان شاء الله، وربنا يا رب يكملها كده ايه بالخير والستر، وباذن الله تكون فعلا كده ايه بدايه الانطلاقه على مستوى الشخصي لي انا ولزمايلي ان شاء الله، ونقدر نفرح كل اهل مصر. عمل شاق وتدريبات قاسيه واراده هي ما تصنع البطل. احنا بنتمرن تمرينتين في اليوم، تمرين اثقال الصبح وتمرين جيم اخر النهار، دي بالنسبه للبرنامج التدريبي. برنامج اليوم مثلا لينا هنا افطار مثلا الساعه 8 الصبح، تمرين الساعه 11، بعدين الغدا الساعة 2، بعدين تمرين الساعة 6، بعدين غدا الساعة 8. ففي الفترة دي كلها تبقى يومك كله ما بين التدريب والراحة في الفترة أثناء المعسكر. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا أكيد واحد بعد عن أهله أو أسرته أو الناس اللي بيحبهم أصحابه أحبابه، دي بتبقى صعبة شوية، لكن في نفس الوقت أنت بتصبر نفسك بتقول إيه هانت إن شاء الله بإذن الله ربنا وفقني وفرحهم. انا حسيتها لما كنت اول مره اسافر، او حتى لما ربنا كان يعني في معظم الالعاب اللي انا لعبتها او الدورات اللي لعبتها اللي هي على مستوى الدولي، لما تخرج من المطار تلاقي ناس تبوس فيك وتقول لك الف مبروك، كنت اصلا ما تعرفهاش ولا تعرفك، وتشوف الفرحه في عينيها، فبتديك مسؤوليه وفي نفس الوقت بتبقى فرحان جدا. وبعد حصوله على فضية طوكيو يخطط ويطمح لميدالية في باريس 2024. احنا ما شاء الله ماشيين كويس، وباذن الله يكون الفترة يعني في باريس 2024 يكون في دعم اكبر ويكون في مجهود اكبر وتركيز اكبر. وانا برضه اقول حاجه برضه مهمه جدا للجمهور يا جماعه، يعني بلاش تذبحوا اللاعب او تذبحوا الجهاز الفني، معنى ان هو وصل. يعني كان في الدكتور بتاعنا كان بيقول كلمه جميله قوي، بيقول انت منتج مصري،
بتنافس المنتجات التانية بره، فأنا بنافس المنتج المصري بإمكانياتي للدولة طلعت أقصى ما عندها وأكتر ما عندها أن أنا أوصل للمستوى ده، معنى أن أنا وصولي وأن أنا أنافس مع المنتج سواء أيا كان بقى المنتج ده ألماني أمريكي صيني ياباني، هو اللاعب ده منتج، فمعنى ان هو يوصل وينافس ويطلع كل اللي عنده ده 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 حاجه، ده شرف ما بعده شرف. وش معنى ان هو مثلا ربنا مثلا ما فيش توفيق او اخفق في شيء يبقى دي النهايه، دي مجرد البدايه. وان شاء الله باذن الله مواليد 6 ميداليات ان شاء الله المره الجايه ابو 20. وعن مواقفه الطريفه مع صديقه شريف عثمان الحائز على فضيه طوكيو للالعاب البارالمبيه لرفع الاثقال في وزن 59 كيلوغرام، يقول محمود: شريف عثمان اصلا يعني هو انا هو طلعني من نادي اتحاد الشرطه مع بعض، وربنا هو كرمه وبدا هو في 2006 في بطوله عالم في كوريا، وانا حصلته بعدها بفتره طويله، فلينا مواقف كتير جدا 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 مع بعض. كنا ورا بطوله شركات انا وشريف عثمان او بطوله شركات ليه، المهم فاتفقنا نخرج نروح سينما في محطه الرمل، واحنا كنا ساعتها في سيدي بشر، فكان معانا زمايلنا وكنا في كنا كتير، كنا قال له نطلع نروح على التاكسيين، فانا خدت تاكسي كان دوت في 2008. انا ايه انا وصلت شريف عثمان وصل الاول وانا وصلت وراه، فلقيته بيتكلم مع السواق عشان خاطر الايه الاجره وكده، فراح نادى عليا، فانا فكرته بيتخانق، فانا اول حوده صبري خد اقول لك، فانا بقى من غير ما اعرف في ايه رحت جرام داخل، اول ما دخلت على السواق ترامي العكاز ومدخل راسي جوه، قلت له في ايه، فراح قال لي انت دفعت كام من هنا من سيدي بشر، قلت له 5 جنيه، راح السواق بس لي كده قال لي 5 جنيه، قلت له كان عايز يديني باقي، قال لي كمان، قلت له اه، فراح قال لي خلاص يا حاج مش عايز منكم حاجه، راح مد الشيف ال5 جنيه، قلت له خلاص، رحت واخدها عندنا في جيبي، قلت له شكرا اتكل على الله. محمود صبري وتطلع للتكريم. اي رياضي يتمنى ان هو ربنا يكرمه بميداليه، خصوصا مثلا في دوره اولمبيه، ثانيا بعد ما ربنا بيكرمه بيحقق دوت بيستنى بقى ايه، بيستنى اول اهم حاجه بتيجي بتدور في ذهنه التكريم اللي بيجي من رئيس الجمهوريه. فتخيل مثلا حضرتك مثلا ان رئيس الجمهوريه بيكرمك، اما يجي مثلا حضرتك مثلا يكرم مثلا محمود صبري او بعثه البارالمبيك كلها او رفع الاثقال بصفه خاصه، دي اهم حاجه اللي هو التكريم، مثلا بيجي مثلا من اكبر زي ما بيقولوا كده ايه اكبر راس في البلد بيكرمك، مش كده وبس، بيديك وسام. الوسام دوت سواء مثلا يعني ممكن كمان ان ايه كرم مثلا سواء جبت ميدالية او ما جبتش ميدالية، هو كرمك ودوت حاجة شخصية ليك انت، فدي حاجة بتفتخر بيها، بس مش قدام بقى اصحابك وحبايبك، فطبعا دي اهم حاجة. الحاجة التالتة طبعا فرحة المصريين. كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الالعاب البارالمبية طوكيو 2020. رفع الأثقال وسام الرياضة من الطبقة الثانية اللاعب محمود محمد صبري عطية. بحييكم وبشكركم باسم كل المصريين، ربنا يوفقكم، عايزين مزيد من النجاحات ديت والانتصارات ديت. متشكرين، تبتدوا الأمل للناس كلها، هم ليه تبتدوا الأمل للناس كلها، متشكرين جدا. إبداعات شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع تحيات وزارة الشباب والرياضة.